فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الملتزم ما حكم التعلق به والالتصاق به؟ هل هو من المشروع؟ ما هو بالمشروع التعلق أو الالتصاق، المشروع أنك تقف فيه وتدعو الله عز وجل، والملتزم هو ما بين الركن والباب، تقف فيه وتدعو الله بما تريد من أمور دينك ودنياك، ولا تلتصق ولا تعلق بالكعبة ولا نعم.